طب انا اخد الكابتن دلوقتي جمال غندور، طبعا حكمنا الدولي الاسبق ونجمنا الكبير في مجال التحكيم ورئيس لجنه الحكام طبعا الاسبق، معايا على التليفون كابتن جمال. مساء الفل استاذ محمد، مساء الخير، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. رمضان كريم، الله اكبر. انا بس عايزك تصحح نقطه، تقول رئيس لجنه الحكام السابق لما بيكون في مشكله، يعني لما في مشاكل بس عشان تحطها بين قوسين. اوكي. فتره واحده بس اللي اشتغلتها. اوكي. اللي هي الطبيعيه، اللي هي من 2005 ل 2008 مع اتحاد الله يرحمه وسيم الفاهر واحمد شبير واحمد شاكر. ما انا قلت الاسبق. ما هي دي بقى، لان بعد كده مرتين جيت، مره كل مره بقعد فيها خمس ست شهور عشان في مشاكل. تحل مشاكل وتمشي. وبعد كده بمشي. تحل مشاكل وتمشي. او بمشي عشان انا زي ما بيوصفوا لي تصادمي احيانا دم تقيل. لما بتمشيش امورك يعني. يعني ما يعني في حاجات كتير بقى صعب جدا الواحد يتكلم فيها. عموما احنا ممكن نعمل حلقه ونتكلم يعني والله ما مش يعني القصد ان احنا نتكلم عشان خاطر ننتقد، لا احنا انت عارف المشكله في مين؟ المشكله لما تبقى انت المصدر الوحيد للحقيقه، واخد بالك، وتقول الامور دي تنسك انت، يعني الاستعداد جاهز بقى للتكذيب، لكن الحقيقه هو احنا كلنا، انا مقدر حزننا كلنا على اللي بيحصل الفتره دي في كره القدم بشكل عام. الكابتن ينفع اعلنوا الثمانيه اللي رايحين كاس العالم واخيرا الحكام، يعني حاجه احنا حكامنا يا كابتن ما عندناش ثلاثه اربعه احسن من الناس دي. انت عارف يا استاذ محمد، وفي اوقات كتير جدا ما كانش بيبقى في حكام من مصر، بس كان بيبقوا الحكام اللي رايحين حكام كبار وافضل يعني. بس هو اللي فعلا اللي يحزن من الفتره دي، ان فعلا عندنا حكام افضل من معظم اللي رايحين صراحه. احنا يعني عندنا 3 4 افضل، مفيش كلام. اه طب. مين يدافع عن الناس دي يا كابتن؟ مين يدافع عن الناس دي يا كابتن جمال؟ المفروض هي مش فكره يدافع، الفكره ان انت ما عندكش اصلا استقرار في اداره التحكيم، ما عندكش اصلا استقرار في شغل ناس متخصصه وكفاءات عاليه عشان فكره صناعه حكم. الموضوع مش موضوع صدفه، ولا الموضوع دفاع، ولا موضوع نحط اسماء وخلاص. لا، الموضوع محتاج يا استاذ محمد شغل كبير جدا. الشغل ده مش هيطلع غير من لجنه حكام مستقله بذاتها، باهتمام اصلا بعنصر التحكيم من المسؤولين. ما ينفعش بقى اي مسؤول يجي اتحاد الكوره مش عاجبه اداء جمال الغندور يبقى جمال الغندور يمشي، مش عاجبه اداء عصام عبد الفتاح عصام عبد الفتاح ما يقعدش ويجيب واحد تاني، لان احنا بنروح بقرار، وقرار بيبقى موجود في المجلس بياخدوه. ممكن واحد عشان يجامل زميله في المجلس، انا بتكلم بقى بصراحه، فعايز يجيب حد معين فيمشي ده عشان مديل بالنسبه لي، يقول له طب خلاص ناخد واحد تاني كده. يعني انت شفت الفتره الاخرانيه لجنه الحكام عشان تتشكل قعدت شهرين. مظبوط. يعني ايه رئيس لجنه الحكام عمال يقدم اسماء وتتركز؟ وبعدين انا بصراحه يعني احنا في رمضان بقى والواحد مش عايز يتكلم بصراحه، حاجه بقت تحزن قوي قوي قوي، و مش عارف هقول لك ايه يعني. طب يعني واضح ان انت ما عندكش امل في اي اصلاح، لكن ماشي كلنا كده. لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل الحكام المختارين لكاس العالم افضل من الثلاثه اربعه اللي انا قلت اسمائهم، البنا او امين؟ لا طبعا. او عادل او الغندور حاجة. يعني هقول لك على حاجه والله العظيم ما هقولها كده ومجامله. السبع اسماء اللي في القائمه الدوليه عندنا كلهم تمام. ها لو حطيتهم مع الثمانيه اللي موجودين دول واخترت افضل ثمانيه هتلاقي منهم السبعه بتوعنا. هتلاقي لا مش هقول السبعه، هتلاقي منهم على الاقل اربعه خمسه من بتوعنا.